قريبة من معدل أو متوسط عمر الناس الافتراضي في منطقة ما. معدل العمر الافتراضي أو متوسط عمر الافتراضي معيشة الناس في أي منطقة، هناك في دراسة موجودة ودراسات تحدد مناطق مختلفة من العالم وتقول أن في المنطقة هذه الأشخاص، الشخص اللي راح يعيش في المنطقة هذه طبعا من بداية الولادة، من لما يولد راح يعيش إلى سن مثلا 76 سنة. إذا الناس في المنطقة هاي تعيش إلى 76، في مناطق هنا ممكن إلى سنة 65 سنة. بداية القرن اللي فات اللي هو 1900، في سنة 1900 كان متوسط حياة الإنسان عامة في العالم ككل من 35 سنة إلى 45 سنة، أي لما يوصل ل 45 سنة يعتبر هرم أو إنسان كبير وإنسان وصل لمرحلة الشيخوخة. مرحلة الشيخوخة هي تبدأ من السن هذه، يعني لو قلنا في منطقة ما يعني الشخص راح يعيش إلى سن 76 سنة، إذا الوصول إلى 76 وأنك تعيش بعد 76 هي مرحلة الشيخوخة، وهاي اللي يسمونها في الدول الأجنبية والمصطلحات الأجنبية اللي تسمى old age. طبعا كل مرحلة من المراحل لها خصائصها ولها طبيعتها ولها عواملها ولها ظروفها، وحتى من الجهة المالية نحن ننظر لها بطريقة بعد مميزة ونتعامل معها بطريقة متميزة. معنا أبو عبد الله، اتصال من أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو عبد الله. لو سمحت يا أستاذ، تفضل طال عمرك. لو واحد يستثمر من راتبه 4000 شهريا، نعم، لمدة 20 سنة، نعم، نسبة الربح تقريبا 15% سنويا، نعم، كم يطلع هذا؟ تقدر تحسبه ولا؟ أقدر أحسب لك إياه. لكم سنة قلت لي؟ 20 سنة. 20 سنة 4000 شهريا، نسبة ربح 15% تقريبا. نعم، طال عمرك راح يكون في حدود الخمس ملايين. 5 ملايين. نعم تقريبا. طيب ممكن اكلمك تحت الهواء يا دكتور؟ طبعا ممكن تكلمني تحت الهواء، وممكن الجماعه يعطوني رقم الهاتف. ابو عبد الله، اذا بغيت تستفيد والساده المشاهدين من الموضوع هذا، عند دخولك على الانترنت تدخل وتكتب اللي هي الفاينانشال كالكوليترز او الحاسبات الماليه. الحاسبات الماليه او الفاينانشال كالكوليترز تعطيك جميع الحسابات هذه اللي هي نحن نسميها تايم فاليو ماني، يعني انك انت تحسب النقود على مع مرور الوقت، وكلها تعتمد على عمليه اللي هي بعد نسبه الفائده والربحيه التراكميه، بحيث انك انت ما تاخذ يعني الربحيه، بس تخلي الربحيه تستمر في الاستثمار. وراح تطلب منك الحاسبه هذه انك انت تحط المبلغ الشهري، فانت تحط مثلا 4000، انا ابغى استثمر شهري، راح تقول لك لكم سنه اللي هي الان، فانت تحط اللي هي عدد السنوات ان 20 سنه، وراح يطلب منك اللي هي علامه الانترست او النسبه، كم النسبه، فانت تقول النسبه 15%، فراح تعطيك اياها خلال الفتره، نهايه الفتره اند اوف بيريد كم راح يكون المبلغ. في عندنا اتصال اخر. الو ابو فيصل، تفضل يا ابو فيصل. ابو فيصل، السلام عليكم. عليكم السلام ابو فيصل، مساك الله بالخير. كيف حالك مستشارنا الطيب؟ يسلمك يا طيب، تفضل طال عمرك. الله يحفظك. شو في خاطرك؟ بس اسال عن التقاعد المبكر، كيف التخطيط وكذا. نعم. نعم، مو برقمك الخاص الله يحفظك. التقاعد ممكن انت على اي عمر او على اي سن تتحدث الان؟ يعني المبكر 20 سنه مثلا. يعني انت تبغى تشتغل 20 سنه وبعدين تقول بالتقاعد، صح؟ اي نعم. انزين، وبديت العمل في سنه كم؟ 25 24؟ اي نعم نعم. قلنا 25 خلصت الجامعه وخلصت الحمد لله. يعني هل انت عندك طموح تقوم بعمليه اللي هي التقاعد المبكر؟ مبكر؟ التقاعد المبكر يعني ممكن نشرح لك عنه يا ابو فيصل، لكن طبعا لا ينصح فيه، وخاصه في الوقت الحالي، لان نحن معدل حياه الانسان صارت اطول، ومتوسط معيشة الفرد في مناطقنا صار إلى مرحلة أطول، يعني وصلت حتى 76 سنة. فتصور الشخص اللي إذا بيقاعد في سن 45، يعني هاي بتكون عملية صعبة بالنسبة له. ومشكلتنا أنه معظم المداخيل اللي موجودة، تشتغل في القطاع الخاص ولا القطاع العام أبو فيصل؟ لا لا، العام. في القطاع العام هناك مشاكل في القطاع العام، وأكبر المشاكل هذه أن معظم أنظمة التقاعد لا تكون مرتبطة بمعدل التضخم، يعني مش إندكس،
فمعظم الرواتب تكون جامدة إلى سنوات، فمعظم الأشخاص اللي يتقاعدون يجدون مشاكل وصعوبات عندما يتقدم فيه العمر ويكون الراتب، والراتب طبعا منخفض لأن ما يسلمونك الراتب كامل، يسلمونك يمكن 70% أو حتى 60% من الراتب. فطبعا التقاعد منكر ممكن الشخص يقوم فيه، إلا أن طبعا المبالغ يا أبو فيصل اللي تحتاجها للتقاعد منكر بتكون كبيرة وبتكون خيالية، بما معناته أن العشرين سنة أو الخمس وعشرين سنة لو اشتغلت صعب أنك تجمع مبالغ أو الثروة الكبيرة اللي هي تقدر تقول راح تساعدك أكثر في الفترة الأطول. عندنا اتصال من أبو مشعل من الكويت، تفضل يا أبو مشعل. أبو مشعل إيه عفية عليك، إذا بتقصر على تخفض على صوت التلفزيون يوقف الصلاة. تفضل يا أبو مشعل. السلام الخير. الخير والنور والعافية طال عمرك، تفضل. يا طول عمر أنا أحب أهنيك على البرنامج الناجح، وليتك تعلمنا على أوقات البرنامج ومتى الإعادة. طبعا تحت الهواء ان شاء الله راح اعطيك المواعيد كامله وكل حاجه بالنسبه للبرنامج، ولازم تهني سي ام بي سي عربيه لانها مميزه في تقديم نوع البرامج، وطبعا البرامج المرافقه لبرامجي هي تقريبا تكمل بعد برنامجي. تفضل طال عمرك مشعل. مميز والاخوان بعد مميزين ان شاء الله. تفضل طال عمرك. بس انا قلت الاعاده عشان غير السبيتس عموما. نعم. انا طول العمر عندي سؤال مبسط اللي هو انا بين خيارين. نعم. خيار اني اكمل في وظيفه تكنولوجي. نعم. راتب مره كويس. وظيفه او اني ما اسمع صوتك، الصوت وظيفة. الصوت مو واضح. الصوت مو واضح. الو. نعم. اي وظيفه ما بين خيارين. ايوه الحين واضح. نعم. اي ما بين خيارين، الخيار الاول اني من ناحيه وظيفه مو ناحيه استثمار، انا ناحيه وظيفه اني الخيار الاول اني اشتغل في وظيفه تكنولوجي. نعم. تكنيكال. نعم. راتب مره كويس. نعم. ممكن اسوي سيفنج حلو. نعم. يخدمني مستقبلا. نعم. الوظيفه الثانيه اني اتعلم منها مهارات الاستثمار، راتب مره قليل، اتكلم عن يمكن 40% من الراتب اللي انا في التكنولوجي. نعم. و بس اني اتعلم فيها مهارات الاستثمار، مهارات البيع، مهارات المهارات الاقتصاديه عامه. مع الوظيفه الثانيه مع مؤسسه استثماريه ولا مع من؟ مع شركه، بس اني بشتغل في مجال المبيعات. المبيعات، شو نوع الشركة؟ شو أداء الشركة؟ شو مهمة الشركة؟ الشركة انترناشونال، نشاطها في مجال التكنولوجي اللي أنا عندي، بدل ما أشتغل أنا في ناحية التكنيكال سايد. نعم. أنا راح أشتغل أبيع في التكنيكال تكنولوجي، التكنولوجي إلمنت. جميل جميل. وبعد؟ فأنا ما بين خيارين، إما إني أشتغل في التكنولوجي هذه، إني أشتغل كإنجينير. نعم. وراتب مرة كويس، أو إني أتنازل عن بعض الراتب عشان أستفيد من مهارات الاستثمار ومهارات البيع ومهارات الأخرى. يعني ممكن مستقبلاً إني أنا أشتغل مثلاً في برايفت سيكتور، أو إني أشتغل في مجال أفضل. كم عمرك أبو مشعل؟ 32 سنة. شو خلفيتك؟ أنت مهندس؟ أنا مهندس أصلاً. مهندس إلكتروني ولا شو؟ مهندس حاسب آلي. أبو مشعل، أنت الآن على مفترى الطرق. هناك اللي هي عملية الراتب، الجزء الثاني اللي هو الجزء الاستثماري اللي ربما اتجه إليه كوظيفة وتبغى تشتغل فيه. طبعا الخيار مرات يكون صعب بالنسبة لكثير من الأشخاص. هناك ربما في حسب ميولك، لأن في كثير من الأشخاص يميل أن يتجه أن من ناحية التقنية يطور نفسه أكثر وأكثر، بحيث أن يكون ينمي الجهة التقنية ويكون إنجينير متخصص أكثر وفني أكثر. هذه لها طبيعة عمل مميزة ولها طبيعة عمل اللي هي يميل إليها بعض الناس. هناك في بعض الناس يكون اتجاهها أكثر أن يكون عمله أكثر اتجاه العمل الحر أو العمل اللي هو يكون فيه نشاط الاستثمار أو نشاط المبيعات أو نشاط السيلز. المبيعات والسيلز والماركتينج التسويق وضعها يختلف، لأن طبيعته تعتمد على الأداء وتعتمد على كم تبيع من الأجهزة أو المعدات ونجاحك في عملية اللي القيام بعملية البيع والتسويق. هني نشاطها يختلف أكثر، وطبعا يتجه الجزء المالي أو الجزء الاستثماري فيه، فيعتمد على اتجاهاتك وطريقتك أنت وحبك أكثر لأي واحدة من الثنتين. هل تميل أنك أنت تكون تقني وأكثر تتجه لعملية التقنية أو تتجه الاتجاه الآخر؟
لا تنسى يا أبو مشعل عملية الريورد أو عملية المكافأة لا ترتبط بالوظيفة، لأن كثير من العمليات التقنية ربما لو تي تحسبها عقب 5 أو 10 سنوات ربما نكون راح تقني لكن راتبي راح يكون محدود، وربما في الجهة الأخرى الاستثمارية لو أنك أنت نبيع، وخاصة إذا أنت نجحت في عملية المجال المبيعات أو الماركتينج ربما تكون مداخيلك عالية وعالية كبيرة. هاي طريقة الحسبة تختلف. ممكن تحت الهواء أنا أتحدث معك، وانتظر طبعا الفاصل، وبعد الفاصل نكمل في حلقتنا، فأبقوا معنا أعزائي المشاهدين.